بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والسرور والسعادة وين ما كنتوا تتابعون حلقة الليلة من برنامج من عمان. في حلقة الليلة مشاهدينا حضرنا لكم الكثير من المحطات المتنوعة. راح نبدأ محطاتنا مع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في دورتها الرابعة. أيضا عندنا محطة أخرى مع ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها 13. أيضا معنا رحلة السلام في أرض عمان والرحالة العماني الذي قام بهذه المغامرة عبر الرمال العمانية، رحل العماني أحمد بن حارب المحروقي. إذا هذه أبرز محطاتنا، نتمنى أنكم تقضون برفقتها أمتع وأسعد الأوقات، وحياكم الله. في عام 2010 كانت الانطلاقة لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية. الجائزة في نسختيها الأولى والثانية كانت محصورة بمؤسسات القطاع الحكومي، وفي النسخة الثالثة سمح لمؤسسات القطاع الخاص بالمنافسة في فئتين جديدتين، إضافة جديدة أعلن عنها في المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة، حيث أصبح بإمكان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تتنافس على نيل شرف الحصول على الجائزة. طبعا بخصوص المؤسسات الخاصة لهذه السنة، من العام الماضي طبعا ركزنا على المؤسسات الكبيرة، بس هالسنة إن شاء الله دعينا هي للمؤسسات المتوسطة والصغيرة نفس الشيء إنها تشارك معنا. ومن ناحية اللي هي المعايير الدخول وكذا، في معايير مخصصة لكل من هذا الجهات، منها عمر المؤسسة نفسها، يعني كمؤسسة متوسطة صغيرة ما تقل عن 2 سنين في مجالها موجودة يعني من إنشائها، ونفس الشيء عمر المشروع نفسه ما يقل عن 6 شهور. على اساس ان احنا نضمن فيها اللي هي استمراريه المشروع وضمان على الاقل استخدام المشروع نفسه. ولتحقيق الشفافيه والمصداقيه التي تحظى بها جوائز السلطان قابوس للاجاده في مختلف المجالات، فقد كانت لجنه التحكيم ومعايير التقييم من الامور التي تحرص عليها لجنه التنظيم، مما جعل للجائزه مكانتها المرموقه على الساحتين المحليه والدوليه. وبقصد توفير الوقت الكافي للمؤسسات المشاركة في النسخة السابقة لتنفيذ توصيات لجنة التحكيم، فقد تقرر أن تقام الجائزة كل عامين، وفي هذا العام تعود الجائزة بمعايير وفئات جديدة لتواكب بدورها ذلك التطور الذي تشهده المؤسسات المشاركة. معايير دولية ولجنة تحكيم مستقلة، والهدف هو الرقي بمجتمع عمان الرقمي. جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية تسير على طريق الإجادة كأفضل الجوائز في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. لبرنامج من عمان، ياسر بن حمود الشبيبي.
حياكم الله مشاهدينا، وأيضا نرحب بكل من انضم لمتابعة حلقة الليلة من برنامج من عمان، ونرحب بجميع من يشاهدنا في الإعادة في اليوم التالي بعد نشرة أخبار الثانية مباشرة. لكل من يود مشاهدة حلقاتنا السابقة ومواضيعنا السابقة ومحطاتنا السابقة من برنامج من عمان، ما عليهم إلا الرجوع لصفحة تلفزيون سلطنة عمان القناة العامة ومتابعة جميع الحلقات بالكامل في صفحتنا على اليوتيوب. إذن محطتنا الأولى مشاهدينا مع جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في دورتها الرابعة 2014، حيث تم اليوم الكشف عن تفاصيل هذه الجائزة والتي تهدف إلى تشجيع المؤسسات على تحسين أدائها وتطوير خدماتها في عصر يستوجب السرعة وأيضا الاختزال في الوقت والجهد. نقترب أكثر من تفاصيل التفاصيل لجائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية، واللي تم الإعلان عنها اليوم من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستديو الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي، الرئيس التنفيذي لهيئة تقنيات المعلومات. مساكم الله بالخير الدكتور سالم. أهلا، مساكم الله بالخير. حياكم الله. سعيدين بوجودنا معكم حقيقة. إذن اليوم ما شاء الله كم من الصحفيين كانوا متعطشين لسماع الجديد في مسابقة أو جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في نسختها الرابعة هذه المرة. إذا مباشرة، ما الجديد في هذه النسخة؟ أولا طبعا بالنسبة للجائزة احنا يعني بدأناها على مستوى عالي من التنظيم والتحكيم وغير نعم. من المعايير الأساسية لجوائز لمثل هذه الجائزة. الجائزة مثل ما هي معروفة تحمل اسم المقام السامي، وهي كذلك هي أمل كل مؤسسة حكومية أنها فعلا أنها تسعد بالحصول على هذه الجائزة. هذا العام هناك العديد الجديد، الأشياء كثيرة جديدة في هذا، من ضمنها يعني أولا هناك استحداث جائزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تقنية المعلومات. نعم. لهذا في الدورة الماضية أدخلنا القطاع الخاص، الشركات الكبيرة اللي تقدم خدمات للجمهور، وهذا العام أشركنا الشركات الصغيرة والمتوسطة. نعم. بالنسبة في مجال التحكيم طبعا احنا يعني استحدثنا آليات جديدة في التحكيم، من ضمنها وجود شباب أو مجموعة من المختصين يزور المؤسسات الحكومية. جميل. قبل البدء في التحكيم ويرفعوا تقريرهم الأساسي للمحكمين عن المحاور أو عن جميع النقاط التي ذكرت في عملية التحكيم وفي عملية، يعني ممكن نقول أن هي مرحلة تقييم مبدئي. بالضبط، مبدئي. نعم. وللتأكيد لأن المحكمين عندهم أوقات محددة طبعا يطلعوا من خلال، إذا بالنسبة للخدمات الإلكترونية اللي متاحة على المواقع هم يطلعوا عليها، لكن هناك المشاريع مثلا مشروع أفضل مؤسسة متطورة إلكترونيا، هذه لها محاور أساسية، ونسعى من خلال وجود المختصين أن يدخلوا هذه المؤسسات ويقارنوا بالموجود بالذي تم التحدث عنه من خلال الطرح اللي طرحته الوزارة والمعنية. نعم. بالإضافة عندنا طبعا هناك العديد من طبعا الانتقال إلى التقنيات الحديثة. حلو. طبعا نعم. جميع المحاور التي لكل جائزة هناك التوجه، ما هو الجديد في مجال تقنية المعلومات. جميل. ومن خلال وجود محكمين عالميين نسعى كذلك للاستفادة، لأننا اليوم في عالم متسارع مثل ما تفضلت انت، عامل متسارع ودائما متطور. احنا في السلطنة يعني كذلك نواكب هذا التطور، لهذا جميع الخدمات سيكون لها الربط بين تقديمها عن طريق الانترنت وعن طريق الهاتف النقال. جميل. لهذا هناك العديد من هذه. لهذا الجديد طبعا اول شيء بالنسبه للجوائز ادخلت جائزه جديده. بالنسبه لآلية التحكيم ايضا شيء جديد، وكذلك عندنا نسعى هذا العام كذلك لضم عدد من الاخوه الدكاتره العمانيين. جميل. في المجال الاكاديمي للدخول ضمن لجنه التحكيم،
لأننا فعلا نعتقد أن هذه فرصة كبيرة للعمانيين، لأن سابقا ثلاث جوائز الماضية محكمين عالميين من خارج السلطنة. نعم صح. هذا العام ارتئينا كذلك نحتاج للخبرة العالمية. نعم. أن كذلك ننقلها إلى الإخوان، إلى صحيح. العمانيين، لأننا كذلك هذا العمانيين كذلك يمكن يروحوا يحكموا عالميا بعدين في, في إذا استفادوا من وجودهم بين المحكمين العالميين. جميل. هذه النقاط يمكن في كل نقطة لنا أكثر من سؤال. نبدأ بالنقطة الأولى وهي إشراك فئة جديدة لتصبح الفئات جميعها في المسابقة 12 فئة. نعم، تسعة منها للحكومية وثلاثة للقطاع الخاص. نعم. اللي هما واحدة منها صارت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي هي العنصر الجديد. كيف جاءت فكرة إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ضمن المسابقة وتخصيص فئة وجائزة لهذه الفئة؟ هو توجه الحكومة بشكل عام تشجيع هذا القطاع. نعم. المهم اللي هو الشركات الصغيرة المتوسطة. جميل. وإحنا في هيئة تقنية المعلومات أوجدنا حقيقة موقع متكامل لتسجيل جميع الشركات الصغيرة في مجال تقنية المعلومات، وكذلك من بدأنا من سياح الشامخات، من عندما صدرت التوصيات في سياح الشامخات الهيئة كل مشاريعها أدخلنا 10% للشركات الصغيرة المتوسطة لكل مشاريعنا بغض النظر عن كبرها أو صغرها. وكذلك أصدرنا نظام متكامل حاليا للتناقص، وكيف للتناقص وكيف ممكن الشركات الصغيرة المتوسطة تستفيد من هذه المناقصات. نعم. اختيارنا طبعا نود أن نشجع الشركات الصغيرة المتوسطة، لأن اليوم الشركات هي ممكن تنافس الشركات الكبيرة كذلك. صحيح. يعني الشركات الكبيرة عندها الأموال الكبيرة وعندها ممكن تدخل بطريقة أفضل، لكن الشركات الصغيرة احنا لأننا ندعمها. نعم. بحاجة كذلك أنهم كذلك يتنافسوا. نعم. والتنافس صحيح. البناء والتنافس يعني في هذا المجال للحصول على مثل هذه الجائزة كذلك يعطي الشركات هذه نوع من يعني الوجود من ضمن شركات يعني من ضمن مشاريع متميزة. صحيح. في السلطنة. طيب دكتور، يعني الحين هذه هي النسخة الرابعة من المسابقة، وأيضا القطاع الخاص كان له نصيب من الجوائز بإدخاله من الدورة السابقة، ولكن ما زال البعض في القطاع الخاص يعتقد أن نسبة الإشراك في هذه المسابقة الكبيرة ما زال بسيط بالنسبة للقطاع الخاص، يعني ثلاث جوائز فقط، كانت جائزتين وهذه السنة الثالثة، والثالثة مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. هي هو الهدف الأساسي اليوم الخدمات التي تقدم للمواطنين وطبعا للقطاع الخاص. يعني هو الاسم، لأن من اسم المسابقة يعني هو الخدمات الحكومية، يعني نعم عشان نعم كذا نعم يكون حظ الخدمات الحكومية أوفر من حظ القطاع الخاص. هو عامة القطاع الخاص مستفيد من الجانبين. نعم. مستفيد من الجانب الأساسي أنه هو القطاع الخاص في مجال تقنية المعلومات هو الذي ينفذ هذه المشاريع. نعم. لهذا عندما يسوق مشروع من مشاريع يقول أنا مشروعي فاز في جائزة السلطان قابوس، لهذا هو مستفيد حتى من الجوائز الحكومية. طيب. لكن كذلك مستفيد لأننا كذلك الهدف اللي هو عمان الرقمية ليس الحكومة فقط، إنما الحكومة زائد القطاع الخاص زائد كذلك يعني القطاع الواعد اللي هو قطاع الشركات الصغيرة. جميل. طيب ما فكرتوا يعني دكتور أن في إيجاد فئة تشترك في خدمة أو يعني خدمة تشترك فيها أو يشترك فيها القطاعين العام والخاص وتضمينها في المسابقة؟ هو احنا ما فكرنا بهالطريقه، لكن هذه قد يكون احدى يعني الفرص في المستقبل لتطوير بعض الفئات. نعم. لان اليوم جميع الخدمات يعني حسب اللي موجود في المسابقه انا في خدمه مقدمه من حكومه لحكومه. نعم. نعم. لكن ما في مثلا يعني ان في خدمه يشترك فيها القطاعان العام والخاص مع بعض، بالرغم ان في بعض الخدمات حاليا موجوده اللي هو للتكامل بين القطاعين الخاص والعام في كثير من المجالات. جميل. سواء مجال البنوك وخدمات الدفع الإلكتروني، في مجال الاتصالات وغيرها من الخدمات تقدم من قبل الجهتين يعني القطاعين العام والخاص. يعني نعم. بالنسبة إذا ننتقل للتعديل الآخر أو الإضافة الجديدة الأخرى في مسألة التحكيم هذه المرة. نعم. ثمت شباب عمانيين أكاديميين راح يكونون من ضمن لجنة التحكيم، هذا بالإضافة إلى تقييم مبدئي، ولكن أيضا يعني فيما يتعلق أيضا بتقييم الجمهور لأنه هو المستفيد من هذه الخدمات، هل يعني يتم عادة إشراك في بعض الفئات إشراك الجمهور في التصويت أم لا؟ لحد الحين لا يتم إشراك. أحد الإضافات اللي إحنا لهذه الجائزة وأنت ذكرتيني فيها الحين إضافة
للخدمات التي تتاح عن طريق الشبكة العالمية أو الهاتف النقال، سيكون للجمهور دور في التصويت لهذه الجوائز، وأصواتهم بتوصل للجنة التحكيم كذلك عن هذه. لهذا هذه جزء فعلا من التطوير اللي عملناه لهذه الجائزة. جميل. إذا الجمهور هذه المرة راح يكون لهم صوت في مسألة أيضا اختيار خلينا نقول الخدمات الفائزة في جائزة السلطان. نعم. قابوس. نعم. نعم. يعني التحول للحكومة الإلكترونية دكتور، هل هذا سيعطي أو لمستم أن التحول للحكومة الإلكترونية يعني أتاح مثلا خدمات جديدة أضافتها المؤسسات، وبالتالي ممكن تضمينها في المسابقة أو ضمنتوها في المسابقة؟ هو احنا المؤسسات الحكومية هي التي تبادر وتشارك بخدمة أو بمشروع. نعم. احنا فاتحين مجال لهم للدخول لهذه يعني للموقع، وهم يقترحوا المشروع الذي سيشارك والذي يعني سينافس في هذه المسابقة. طبعا بكل يعني احنا المشاريع اللي فازت في المرات الماضية ما تدخل في المسابقة هذه. نعم. لهذا كل المشاريع اللي بتدخل هذا العام جديد. ما بتكون جديدة، ما بتكون من المشاريع اللي فازت أو الخدمات اللي فازت في المرات السابقة. كذلك أعتقد النقطة مهمة بالنسبة للجمهور، لأن اليوم أنا دائما إحنا في خدمات تمس الجمهور مباشرة وتمس القطاع الخاص. نعم. نتمنى فعلا الجمهور إن هذا يدخل معانا بقوة لإعطاء أفكاره في هذا في في هذا المجال يعني. جميل. يعني هي يمكن نقطة أخيرة فيما يخص هذه الجائزة، وأنتم تدشنون النسخة الرابعة من هذه الجائزة، كيف تجدون مردود هذه الجائزة على الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية؟ هو عامة الجائزة جائزة هذه الجائزة وكذلك خطة التحول أنا أعتقد هي هذا نوع من التحفيز للمؤسسة الحكومية. اليوم جميع يعني الموظفين في الحكومة يعملوا ليل ونهار لتطوير تقديم الخدمات سواء للمواطنين أو القطاع الخاص. نعم. وأنا أعتقد اليوم التحفيز هذا مهم، لأن هذا يظهر كذلك لهم. حتى اليوم كنا نذكر عن حتى كوميكس، عرض المشاريع الحكومية في كوميكس. نعم. مهم جدا للشباب اللي جالس يعمل ليل ونهار على هذه المشاريع. يوم من الأيام عندما ينظر الشخص هذا يعني يستلم جائزة في مستوى جائزة السلطان قابوس ويرفع اسم وزارته وهو الأساس في هذه يعني في هذا الفوز، أعتقد يعطيهم الدافع أنهم يقدموا الأفضل. نعم. واليوم كلنا يعني اليوم في حكم المسؤولية الشباب اللي موجودين في المؤسسة الحكومية بحكم المسؤولية يعني واجبهم تطوير الخدمات التي تقدم للمواطنين. صحيح. لكن لابد لنا كذلك في وقفة يعني مكافأة هذه الناس. نعم. من خلال مثل هذه الجائزة، ومثل كذلك اللي هو خطة التحول. خطة. نعم. التحول ليش نعتبرها أحد الأدوات المهمة للتطوير في مجال الخدمات الحكومية؟ لأن عندنا تقييم للمؤسسة الحكومية كل المؤسسات الحكومية جميع الخدمات الإلكترونية، وعارضين يعني عرضنا التقييم وموجود حاليا معظمه موجود منشور على المواقع الإلكترونية. نعم. لأن طلب من جميع المؤسسات الحكومية أن تنشر يعني تقريرها على المواقع. لهذا هذه كذلك يعطي يعني أنا مؤسستي ما أريد أن هذه المؤسسة تكون في ذيل القائمة. صحيح. بينما عندنا احنا المؤسسات ما إن شاء الله يعني بدأنا خطة التحول للحكومة الإلكترونية، بدأت تشتغل وبدأت توضع خطط لنقل الخدمات إلى خدمات إلكترونية. وأنا أعتقد نعطي يعني هذه المؤسسات فرصة من خلال 2014 و2015 بنشوف عدد كبير من الخدمات الحكومية إن شاء الله تنتقل إلى خدمات إلكترونية، لأن الجزء الأول من خطة التحول هو جزء أساسي اللي هو ترتيب البيت مثل ما يقولوا داخل. صحيح. المؤسسة الحكومية من شبكات إلى أنظمة داخل المؤسسة الحكومية. نعم. المرحلة يعني النصف الثاني من الخطة التحول اللي إلى نهاية 2015 بتشهد إن شاء الله عدد كبير من الخدمات الحكومية سواء عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق شبكة الإنترنت إن شاء الله. يعني نستثمر وجودك أيضا معنا دكتور، ونسأل عن موضوع آخر بدأ استعداداتكم لمعرض كوميكس اللي إن شاء الله راح يكون في الأسبوع القادم من 7 ل 11 أبريل. طبعا ان شاء الله يعني معرض كوميكس نعتبره من يعني المعارض الاساسيه بالنسبه. صحيح. لنا في لعرض ما تقدمه السلطنه. نعم. واليوم في هذا المعرض عندنا مشاركات من شركات عالميه، عندنا مشاركات من دول،
وعندنا مشاركة أكثر من ستة، أنا ما يحضرني الرقم لكن أنا أعرف أنه واصل إلى 36 مؤسسة حكومية مشاركة في تقديم خدماتها. لهذا يعني كومكس بالنسبة لنا يعني هو نفس الشيء، يعني مهم لتطوير صناعة تقنية المعلومات. نعم. اليوم احنا لجذب المستثمرين اليوم يجوا عن طريق هذه المعارض وكذلك عرض خدماتهم. لهذا عندنا شركات عالمية، عندنا كذلك مؤتمر موازي لكومكس، بيكون في مؤتمر كومكس كذلك اللي هو نتحدث عن 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 التقنيات الحديثة من هاتف نقال، خدمات على الهاتف النقال إلى الحكومة السحابية وغيرها من 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 التقنيات إن شاء الله. لهذا يعني إن شاء الله في مفاجآت جميلة في هذه كومكس. المفاجآت كلها راح نعرفها دكتور من خلال التغطية اليومية اللي راح ترافق وتتزامن وتواكب معرض كومكس 2014. راح يكون في برنامج وقت توقيت برنامج راح يتوقع برنامج من عمال يحل محله، برنامج يواكب معرض كومكس 2014 من تقديم الزميله ابتهال الزجالي واخراج المايسترو سعيد موسى. مفاجات هذه اذا حابين تعرفونها ما عليكم الا تتابعون هذا البرنامج وايضا زيارة المعرض. في الختام نشكرك جزيل الشكر الدكتور سالم بن سلطان الرزيق الرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات على هذا اللقاء حول تفاصيل جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية في نسختها الرابعة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم، وأنتم دائما مبدعين في هذا البرنامج. شكرا. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله أجمعين، ونورتنا في من عمان. الله يسلمك. إذا محطة أخرى بعد الفاصل، خليكم معنا. تشهد السلطنة خلال الفترة من السادس وحتى التاسع من الشهر الجاري مناقشات فقهية موسعة ومستفيضة وجلسات عمل حافلة بالفكر الواعي على مدار فعاليات ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها الثالثة عشرة، والتي تأتي بمشاركة نخبة من علماء الأمة الإسلامية من مختلف أنحاء العالم. تهدف الندوة التي تحمل عنوان الفقه الإسلامي المشترك الإنساني والمصالح إلى نشر الفكر الإسلامي المستنير من أجل اجتهاد رصين يخدم الإنسانية ويقارب أممها ويجمع كلمتها نحو السلام والحق والخير. وتناقش الندوة التي تنظمها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أوراق العمل والتي تبلغ 68 ورقة، يتحاور من خلالها صفوة المفكرين في مجال العلوم الفقهية في عدة مجالات متنوعة. ومن خلال المناقشات في هذه الندوة ستتاح للمشاركين فرصة النهل من منابع الفكر والفقه والاجتهاد العماني الذي يتميز منذ أقدم العصور بالحكمة والرشد والقدرة على التأليف بين عقول وقلوب أبناء الأمة الإسلامية على اختلاف توجهاتهم ومذاهبهم. قطع دجاج الصفاء، هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائماً. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. الصفاء.
حياكم الله مشاهدينا. إذا تنطلق يوم الأحد القادم 6 أبريل الجاري ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها 13. طبعا هذه الندوة السنوية أخذت مكانها فيما يخص المناقشات الفقهية الموسعة والمستفيضة، وأيضا جلسات عمل حافلة بالفكر الواعي. طبعا في كل عام تكون تحت مسمى معين أو تحت شعار معين. في هذا العام أو ندوة هذا العام تحمل شعار الفقه الإسلامي المشترك الإنساني والمصالح. نقترب أكثر من ندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها 13 من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستديو الدكتور سالم بن هلال الخروصي، مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية للوعظ والإرشاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة للندوة. مساكم الله بالخير دكتور سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. إذا النسخة 13 وبها ما شاء الله هذه الندوة تكمل عقد من الزمان على انعقادها سنويا. المتتبع لشعاراتها المختلفة منذ 2002 وحتى هذا العام يلاحظ أن هناك تدرج، بدأنا بالمحلية بعد ذلك المذاهب المختلفة، وهذه المرة تقريبا انتقلنا للعالمية. دكتور، بسم الله الرحمن الرحيم. ندوة التطور العلوم الفقهية الناظر إليها منذ تأسيسها عام 2002 وحتى اليوم يجد أنها ناقشت الكثير من القضايا التي تعين على المجتمع الإسلامي وعلى المجتمع العالمي في قضاياه المختلفة. وعلى سبيل المثال كنموذج لتطور هذه الندوة، ناقشت الندوة القواعد الشرعية والتأليف الموسوعي والمقاصد الشرعية وفقه النوازل وفقه التوقع وفقه العمران والإسلام في عالم الفقه الإسلامي في عالم متغير والنظرية الفقهية ووصولا إلى فقه العيش أو فقه التعايش. نعم. إلى أن وصلنا إلى هذه الندوة. نعم، صحيح. كل موضوع من هذه الموضوعات يناقش حدث الساعة في المجتمع الإنساني بعامته. جميل. ويتناول جوانبه من مختلف زواياه لكي نصل بالمجتمع المسلم والمجتمع العالمي إلى رأي مشترك وإلى فهم صحيح لواقع الإنساني وربطه بحاجيات وضرورات الناس حتى نصل بالفهم الصحيح ونشر الوعي الديني إلى المستوى الذي يرجى منه أو يرجى من الجوانب الدينية أن تتيحه للإنسانية كلها. نعم إن شاء الله. لماذا تم اختيار يعني دكتور ذكرتم أن الاختيار يأتي بناء على متطلبات يعني خلينا نقول متطلبات العالم الذي نعيش فيه، ويمكن من هذا المنطلق جاء اختيار موضوع الفقه الإسلامي المشترك الإنساني والمصالح كشعار لندوة هذا العام. طبعا موضوع المشترك الإنساني نقصد به تلك المبادئ التي هي قوام المجتمع المدني عامة. نعم. وهي المساواة والعدل والشورى وحقوق الإنسان. صحيح. هذه المبادئ ماثلة في المجتمع الإنساني منذ تكوينه الأول وحتى يومنا هذا. نعم. ولكن اختلفت تطبيقات هذه المبادئ في كل مجتمع من المجتمعات كما اختلفت عبر الحقب والأزمان. لما جاء الإسلام وضع لها ضوابط وأنظمة وقعد لها القواعد ووضع لها ما يتناسب مع العقل والنقل في آن واحد وضبطها لمستقبل الإنسانية باعتبار أن الإسلام دين عالمي. نعم. وعلى ذلك كان لابد أولا أن نعرف بهذه المبادئ من المنظور الإسلامي. جميل. ثانيا ما يثار اليوم من تساؤلات حول حظ الشعوب من هذه المبادئ
جعلنا نطرق هذه المبادئ في هذا في هذه الندوة. أيضا الدراسات العلمية أو الشرعية التي قامت حول هذه المبادئ لم تأخذها من حيث العمق التشريعي أو العمق الشرعي، وإنما أخذتها كأنموذج من السرد التاريخي، وهذا لا يعطي تلك المبادئ حقها، كما أنها تلبس فهم العامة حول ما يتصل بما يمكن أن يؤخذ من تلك المبادئ. ولذلك كانت هذه الندوة لكي تدرس تلك المبادئ من منظورها الشرعي، وكي تدرسها من منظورها الدولي، قانون الدولي، وما قالت به منظمات حقوق الإنسان باعتبارها هؤلاء الثلاثة يشتركوا فيما يتصل بتلك المبادئ باعتبارها قاسما إنسانيا مشتركا. جميل. ومن هنا جاء اختيار يعني لفظة الإنساني، لأن هي راح تسلط الضوء على مفاهيم الاشتراك في الحياة، سواء بين المسلمين مع بعضهم البعض ومع غيرهم، سواء في البلد الواحد أو مع جيرانهم. نعم جميل. فيما يخص أيضا المشاريع البحثية أو الأوراق البحثية التي ستطرح في هذه الندوة، نتعرف على أبرز المحاور التي ستندرج تحتها هذه الأوراق. أبرز محاور هذه الندوة تتناول المصطلحات والمفاهيم تجاه أصول الدين، وأيضا المساواة من جوانبها المختلفة، والعدل من جوانبه المختلفة، وحقوق الإنسان في الإسلام، وحقوق الإنسان في المواثيق الدولية، والمشترك الإنساني في مؤلفات علماء الإسلام في المذاهب أو المدارس الفقهية المختلفة. وأيضا نتناول الفقه الإسلامي والفقه الإنساني أو الفقه العالمي أو فقه التراث العالمي. هذه أبرز محاور ندوة تطور العلوم الفقهية في هذه النسخة 13. نعم. وسيتم مناقشة هذه المحاور من خلال 68 ورقة بحثية. نعم. المشاركون في هذه الندوة، تعودنا هكذا أن تكون هناك أسماء كبيرة مشاركة من مختلف دول العالم العربي والإسلامي مشاركون في هذه الندوة. أبرز المشاركين في هذه الندوة أصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الدينية، وزير الأوقاف والشؤون الدينية التونسي، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الباكستاني، وزير الأوقاف والثقافة والشؤون الإسلامية بجيبوتي، وبعض المفتين، مفتي جمهورية مصر العربية سماحة الشيخ مفتي جمهورية مصر العربية، ومفتي عام زنجبار، ومفتي روسيا الاتحادية، ومفتي سلوفينيا، ومفتي كرواتيا، ومجموعة من المفتين من الدول الإسلامية والعربية، بالإضافة إلى كبار المفكرين الإسلاميين. وأيضا لا ننسى أصحاب خبراء المجامع الفقهية وعلماء المجامع الفقهية الذين سيثرون هذه الندوة في توصياتها. جميل جدا. يعني خلال 12 نسخة من ندوة تطور العلوم الفقهية، كيف تقيمون جميع تلك النسخ دكتور سالم؟ وأيضا يعني في مسألة نجاح وتنفيذ التوصيات اللي عادة والفائدة التي تخرج بها هذه الندوات المختلفة طوال عقد من الزمن الآن، وأيضا يعني الهدف الأساسي وهو التعريف بسياسة السلطنة من حيث يعني الإنسانية، وأيضا أنها بلد تعبر عن السماحة والاعتدال والوسطية. نبدأ بالأخير. بالنسبة للسلطنة عبر تاريخها الإسلامي منذ بزوغ فجر الإسلام وحتى اليوم، قادت عمان بعلماء ومفكرين استطاعوا أن يثروا الجانب العلمي فيما تحتاجه الإنسانية اليوم باجتهاداتهم وعصارة فكرهم. نحن من خلال هذه الندوة
نبرز تلك العصارة جميل. للإنسانية كلها نعم. ونطلع أو نعكس صورة الفكر العماني للمجتمع الإنساني برمته، وليس المجتمع الإقليمي أو العربي نعم. وإنما المجتمع العالمي. وليست هذه الندوة هي السبيل الوحيد صحيح. لإبراز هذا الجهد الكبير لعلمائنا، بل لدى الوزارة وسائل أخرى لإبرازها لا تسأل مقام لذكرها نعم. أيضا التوصيات التي تخرج من هذه الندوة، ولنأخذ جانب التوصيات نعم. لأن الحديث يطول في هذا الجانب صحيح. جانب التوصيات تذهب أول ما تذهب إلى المجامع الفقهية حيث يستدل بهذه التوصيات لقرارات تلك المجامع نعم. وما تخرجه من اجتهادات وما يعينها على بسط البحث في كل قضية تطرح في تلك المجامع، باعتبار من يشارك في هذه الندوة هم أعضاء في المجامع الفقهية صحيح. نعم. على مستوى الخبراء لدينا في كل ندوة خبراء تربويين خبراء اقتصاديين، خبراء في التاريخ، خبراء في الجانب النفسي جميل. خبراء في الجوانب الاجتماعية إلى غير ذلك، بالإضافة إلى خبراء في الجوانب الفكرية والدينية نعم. هؤلاء الخبراء أيضا يسهموا نعم. ببحوثهم ودراساتهم في موضوع الندوة جميل. ما يتمخض عن هذه الندوة تقيم عليه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورش عمل لكي نخرج الندوة من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي نعم. بالإضافة إلى أن زخم الندوة من المشاركين يكون باحثين صحيح. وطلاب علم وحقول علمية وأيضا الباحثين أجانب حول النظريات الإسلامية وحول الفكر الإسلامي وحول الجوانب الإسلامية المختلفة، وسيشارك سنة لدينا بإذن الله تعالى أو معنا في هذه الندوة نعم. باحثون من دول أوروبية ما شاء الله نعم. 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 جميل جدا، احنا نتمنى لهذه الندوة كل التوفيق والنجاح وأن تكلل مساعيها بكل النجاح. الدكتور سالم بن هلال الخروصي مستشار معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية للوعظ والإرشاد ونائب رئيس اللجنة المنظمة لندوة تطور العلوم الفقهية في نسختها 13، شكرا جزيلا لك، نورتنا في من عمان، شكرا. إذا محطتنا الأخيرة مع الرحالة العماني ورحلته عبر الصحراء العمانية، السلام والأمان في أرض عمان، خليكم معنا. عبق التراث البحري ومكتسباته الثقافية والاجتماعية وقيمها المتوارثة هي ما يؤطر فعاليات مهرجان عمان البحري الأول بمشاركة خليجية واسعة النطاق وسط حضور جماهيري جذبه شغف الاطلاع على الموروث البحري، وانعكس ذلك بصورة جلية عبر ابتسامات الأطفال مع حب الاستطلاع والمعرفة. فعاليات ومعارض ازدان بها شاطئ البستان، خصص منها مساحة جيدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لاقت إقبالا من الزوار على شراء المنتجات العمانية من تحف فنية ومشغولات. كما يبرز المعرض مشاركات لوزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التراث والثقافة ومشاركة العديد من الشركات والجهات المهتمة بإبراز التراث البحري العماني والترويج السياحي، ومعرض للهيئة العامة للصناعات الحرفية بمشاركة الحرفيين لعرض منتجاتهم، ومعرض وزارة التنمية الاجتماعية. البحرية تعرض يعني مشاركة هنا بثلاثة أقسام، قسم التصوير وقسم طب الأعماق والعلاج بالأكسجين وقسم المسح الهيدروغرافي، مكتب الهيدروغرافي. طب الأعماق طبعا يعالج الأمراض اللي هي تحصل من البحر وبعض الأمراض الخارجية عن طريق تحويل من المستشفيات. تكمل أهمية مهرجان عمان البحري من خلال تجميع كافة ولايات السلطنة في مكان واحد. لو تلاحظ أن المعرض الآن يضم كافة محافظات ولايات السلطنة في مهرجان واحد. تأتي أهميته أيضا كذلك لإيجاد فرص عمل ودخل للأسر المنتجة العمانية التي تقطن على الساحل البحري.
نسقنا مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بفتح ركن لطهي الأسماك بالإضافة إلى أنواع الأسماك الموجودة بالسلطنة في شواطئ السلطنة. وفي جانب آخر يوجد ركن البحرية السلطانية العمانية يبرز أهم جوانب علوم الإبحار والمناشط البحرية في كافة الأصعدة المحلية والعالمية. العديد من السواح وطلبة وطالبات المدارس هنا يلفت انتباههم مشاهدة سفينة شباب عمان التابعة للبحرية السلطانية العمانية. يتم تعريفهم بمكانة السفينة ودورها الحضاري والتاريخي وما قامت به من زيارات حول العالم تجاوزت 40 زيارة لأهم وأشهر الموانئ والمرافق الدولية. الاستزراع السمكي طرقه وأساليبه العملية كان حاضرا بقوة في المهرجان، إضافة إلى تعريف الزوار بأهم أنواع الثروة السمكية التي تزخر بها بحار السلطنة. وعلى زاوية ليست ببعيدة من ساحة المهرجان يتسنى للزوار تذوق أشهى المأكولات البحرية التي تمتاز بمذاقها الفريد، فالأسماك العمانية والمأكولات البحرية تحظى بإقبال كبير من مختلف دول العالم بل وتتصدر الموائد العالمية. ومع زرقة مياه البحر وسواحل البستان الهادئة تتوزع العديد من الفعاليات البحرية الأخرى التي تعرف بالتراث البحري العماني. قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفا دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني. طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. الصفا. حياكم الله مشاهدينا. إذا منورنا في الاستديو، وأيضا يعني لو تشوفون تجهيزاته الإضافات واللمسات الجميلة اللي وضعها في ديكور من عمان، الرحالة العماني أحمد بن حارب المحروقي وهو سكان ولاية أدم، قام برحلة مغامرة عبر الصحراء العمانية مرورا طبعا بولايات ومحافظات السلطنة في رحلة حط لها شعار اللي هو السلام والأمان في أرض عمان. نعرف أكثر عن هذه الرحلة اللي استمرت من 1 مارس وحتى 23 مارس من خلال الرحالة نفسه أحمد بن حارب المحروقي. مساك الله بالخير. بالنور والسرور، كيف حالك؟ والحمد لله على السلامة. الله يسلمك. كيف كانت الرحلة؟ ممتعة. ممتعة واجد. ما غريبة عليك هذه الرحلات أنت؟ شوية يعني. يعني ما غريبات. يعني قالت لي العصفور أن ما شاء الله أنت أصلا قاطع ذي المسافة والرحلة يمكن مال 63 مرة بس بالسيارة. 63 مرة رمول بلدية. حط فيها 4 مرات ليلي. ليلي. ليلي وأربع مرات اللي هن وحدي. والباقيات أروح مع مع جروبس. أيوة سياحية. لكن هذه المرة بغيت تسوي إنجاز. وانك بدل السياره بالجمال بالابل. ايوه بالابل. حلو بالإبل. حلو. انزين، من 1 مارس كانت انطلاقتك بالضبط. من بديه. بالبديه نعم. طيب ومريت طبعا الرحله كانت على مراحل. هي كانت على مراحل. المرحله الاولى هي كانت دور الشرقيه في رمول الشرقيه. من بديه الى الشنه. نعم. مروراً بعدة مناطق الذين مسميات قديمة،
اصلهن طويان ولا قفر، ولها كل قفر لها مسمى. نعم. مرنا بهن لين وصلنا شنا، اخذت 6 أيام رحله. ايوه. 5 أيام كانت 5 أيام كانت الليل مسيار نهاري. ويوم الاخير قبل ان نوصل شنا ال 20 كيلو الذي شنا كان المسيار ليلي. حلو. لانه تذكرين في مسيار ليلي وفي مسيار نهاري، فقلنا احسن اليوم هذا يكون مسيار ليلي الى عشان نكمل ليل نوصل لشنا، فكانت 6 أيام رحله الى من بديه الى شنا. هذه في المرحله الاولى. هذه المرحله الاولى. ايوه زين، بعدين بدينا المرحله الثانيه. بعدين بدينا المرحله الثانيه الذي هي من من محوت الى ادم. هذه المرحله الثانيه. الثانيه. المرحله الثانيه من ادم مرورا ب بهلة قلعة قبرين، ما دخلت بهلة داخل. أيوة. إلى قلعة عبري. حلو. بعدين حملت الجمال من عبري إلى رستاق، كان المسياري غير عن هذا. أيوة. بس باحتفال بكاس جلالة سلطان قابوس وزيت أني أروح الفليج عشان نحتفل معه. جميل. بالضبط. فطلعت من رستاق إلى العوابي نخل الفليج. حلو. الذي هي اخذت تقريبا 3 أيام. جميل. ايوه. ايوه، والحين حاليا في الفليج. حاليا في الفليج. في اشياء الذي باغى اسويها انا في العاصمة، من كذا جلست في الفليج وممكن استمر في الفليج لمده 3 أسابيع هناك. احتفلوا بك هناك في الفليج؟ الفليج في كانت كل مكان. ايوه، كل مكان كان في حفله. أيوة. خاصة لازم. ما شاء الله الشياب كان لهم دور كثير كثير، لانهم مروا فيها وقابسوا فيها. صحيح. وكانت زينة أن واحد شوية عاديون ينشدون على الأخبار. أيوة، إيش صار وإيش ما صار. أول شيء نسروا عن الناقة. عن الناقة أول شيء. مو أخبارها. أيوة. مثل كل واحد يسأل عن وإيش أخبار سيارتي كيف. أيوة. حال هم نفس الشيء. زواني بس لك إيش أخبار الناقة بعد هذه الرحلة؟ بخير 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 الحمد لله. تمام. الحمد لله، وقطعنا بها مسافة طويلة ووصلنا إلى المكان الذي باقينا. ما شاء الله. إنزين، أكيد في ناس يسألون الحين إيش اللي خلى أبو فريد يقوم بذي الرحلة من 4 مراحل، ومن 1 مارس لين 23 مارس يقطع هذا الصحاري والفيافي والوديان والجبال على ناقته. أنا من مواليد السواحل. الذي هي كانوا يسميوها السواحل الشيامة. لكن هي معروفة بأفريقيا. أيوة. مواليد تنزانيا. سنة 1960. طلعنا من الوالد، طلعنا من السواحل ورجعنا مرة ثانية إلى عمان بطرق البحار الشراء. وصلنا الى محوت، وطلعنا من محوت الى ادم. أيوة. بالجمال ذيك الايام بالابل. ايوه. هذه جلسنا تقريبا 2 سنين في ادم، وضربت عام اعاقه الذي ضربت عمان. الذي معروفه بعام الاعاقه. ايوه. الذي ضربها مرض وكان اموات فيها كثيره جدا. وفي عام الاعاقه طلب ابوي انه نحن نرجع الى السواحل. ايوه. طلعنا انا وبطريق عمي مودينا، عمي وانا واختي وامي واخوي، وطلعنا مره ثانيه من ادم الى محوت مره ثانيه بحر. أيوة. طلعنا عدنا وصلنا اسبوع كامل في البحر. عمي واخوتي رجعوا. انا وصلت مسياري مع شخص ثاني لين وصلت عند ابوي السواحل. حياتك كلها مغامره من يوم صغير. ثم جلست السواحل 5 سنوات، وتعرف السواحل كانوا يتابعوا جمال عبد الناصر. بالإذاعة بي بي سي. فلما جاء خبر في بي بي سي أنه تم حاكم جديد في السلطنة واسمه صاحب الجلالة السلطان قابوس، كلهم شوقوا العرب بسيوفهم يوم ثاني. أيوة. وكل واحد يجهز نفسه عشان يرجع إلى البلد. عاد انت استرجعت كل هذه الذكريات وقلت خلا يلا بس أحسن أعيد هذه الرحلة في عهد صاحب جلالة. حلو. الحمد لله عدتها وتوفقت وانا الحين عندكم. ما شاء الله. أيوة. ما شاء الله. فهذه هي الهدف الرئيسي من الرحلة، ولا الذي خلتني اني اسوي عيد الماضي الذي مريت فيه. الثاني شيء الذي خلاني اسوي هذه جيت ديسكفري، نيويورك ديسكفري. ايوه. فشركه نيويورك ديسكفري شانلز لما جيت عمان واخذه اذن انا تاخذ المكانات، واخذها حد من زملائي شركه الزجالي، فهذا قال ما يحتاج الا المحروقي. أيوة. فجاني للبيت قال لي احمد
ما عندي كذا وكذا وكذا مناقصه. قلت له موافق، اعطيني السيناريو مالها ونشوف السيناريو. قال انزل السيناريو، بيجي مخرجين من بيجي وناس من دبي ونشوف السيناريو. رحنا وشفنا السيناريو وراحوا. لما جوا المخرجين من امريكا غيروا السيناريو بسبب ويش؟ لان المكانات الثانيه الذي انا كنت مراوينهم على حسب سيناريو مالهم، ايوه، كانت شركه دبي باغيه رمول الشرقيه، ايوه، وهذا السيناريو مالها كان نص في صحراء ونص رمول، يعني صحراء ورمول، ايوه، فبغوا يستاجروا نوق. فانا حاولت مع اصدقائي الذي هم اولاد حارب الدرعي معروفين فلم، خبرت احد زملائي وبمره جابوا لي نوق وكل شيء وجوا الممثلين، ممثل من اشهر ممثل الذي جاء للمغامر ومثلوا فيلم تقريبا اسبوعين في عمان. فلما استاجروا وطلعنا الرمول وهذا، قلت لا، اصر اني انفذ هذا الهدف الذي كان في راسي سابقا، ايوه، وابتديت اشتغل فيه. جميل، أيوة. طيب ايضا عندك اهداف اخرى، وانا تابعت لك لقاءات، وايضا من ضمن احياء الماضي التالي لاحياء احياء التراث العماني، أيوة، في الهجن، ايوه، احياء هاي الهدف كان الرئيسي لهذه الرحله، ولكن ايضا كان ليك مدلولات اخرى من هذه الرحله، او رسائل، خلينا نقول رسائل اجتماعيه اخرى، رسائل اجتماعيه من هذه الرحله كثيره. اول شيء نحن الحين في زمن السرعه، اهلنا كانوا في زمن البطء، كان على ناقته وهو رايح يعد ايام وليالي، ايوه. اليوم نحن في زمن السرعه، اذا بغيت تروح الى ادم اكتب بس رساله في الواتساب ثواني واصله في ادم اني انا بشتغل من العاصمه لادم، صحيح. في نفس الوقت اشغل سيارتي الانطلاق السرعه 120 130، انا عقلي هين، عقلي اني اوصل فلم. فركوبنا السياره لازم تتحلل الصبر، ايوه. نفس الشيء انا لو ما صبرت لما أكملت السرعة، لما أكملت الرحلة، لأني صحيح. كنت أمشي 5 كيلومتر في الساعة. لما أجي أخب أوصل إلى 10 كيلومتر في الساعة، لكن بتخب كم؟ صحيح، هذيك روح ما تقدر تخب عليها 200 كيلومتر وهي خب. لازم تخليها تمشي على راحتها وهي سارة، وهي الذي تمشي الى محيط الذي تبغى. اذا ان الرساله اللي كنت تبغى يعني ابو فريد، ايوه، ان توجهها التوعيه بالسلامه المروريه. السلامه المروريه، ومعنا شوارع حلوه ومعنا سيارات حلوه بمكيف، لكن تمهلوا يا شباب، يا اللي يا سائقين تمهلوا. بالضبط، نعم. تمهلوا، تذكروا اي احيانكم كانوا يحسبوا ليالي ما يحسبوا ثواني، ايوه. هذه هي الرساله اللي اوديها للشباب. طيب ايش ابرز الصعوبات والتحديات اللي واجهتك في الرحله؟ صعوبه كثيره، من ضمنها ضربه الشمس. ضربه الشمس، شوف ممكن تشوفي وشي على ضربه الشمس كيف مستوي. ضربه الشمس، الله يعطيك العافيه. الكوس كانت ما مبلها، ليل نهار هو. الهواء بارد، أيوة، وكل شيء، لكن ضربه الشمس كانت شديده جدا. نعم، هذه هي ابرز الصعوبه، هذه هي فقط. تورم الرجول، انا من بدايه هذه الرحله وخططت فيها كنت اسوي كل يوم رياضه، ما شاء الله، على عمري كنت امشي الخميس الجمعه كنت امشي 30 كيلو فعلاً. مشي عشان اعد نفسي استعداد كامل اكون لهذه الرحله، لانه 500 كيلو الذي انا حسب لها سابقا ما سهل، صحيح. ما فيها سهوله، صحيح. فلازم تكون تعد نفسك للطاقه، نعم. فكنت أسوي رياضة كامل، ما شاء الله. الرياضة مالي كانت الخميس الجمعة السبت الثلاث أيام الذي هي في الإجازة، باقي الأيام موجود في العمل، كان بس اللهم أروح المكتب أرجع من المكتب البيت ما أسوي رياضة. فهي نفس الشيء، اللياقة البدنية كانت مهمة واجد لي في هذه. صحيح. الشيء الثاني ركوب الإبل. ركوب الإبل ما بس تعال وركب وقالت أنا أولا ركب حصان وقول أنا فارس، لا. نعم صحيح، الشد العضلي في الإبل وفي الخيول أكثر. فكنت لما أسوي رياضة أروح، لما أسوي رياضة على ركوب الإبل نفس الشيء كنت أحصل تعب، لما أرجع هنا البيت أرجع تعبان، ولا يومين فقط الخميس الجمعة والسبت، أيوة. وكنت أمشي فيها في البلد في أدم وأروح أجيب فيها، نعم، لكن أرجع هذا لا شابات نار. نفس الشيء صعوبة جدا، ما كني جالس كرسي وانا اسوق سيارة، ايوه، في صعوبة بدنية، في صعوبات كثيرة بدنية. وانت ما شاء الله كنت مستعد يعني، مستعد، ولكن على الرغم من استعدادك بعد صادفتك تورم. الى اليوم عندي تورم الرجول، سلامتك، تورم الرجول كثيرة جدا، لانه كنا امشي 40 كيلو في اليوم،
20 كنا امشي انا وعنوق. طيب. و20 كنت اركب فيه. ما شاء الله. أيوة. انزين الحين يعني ما شاء الله ابو فريد انت قمت بهذه الرحله، رجعت الماضي التليد، وايضا يعني اعطيت مكانه خلينا نقول للابل لان هي اللي كانت اجدادنا وابانا يستخدمونها قديما، ورجعت الرحله اللي انت سويتها وانت صغير سويتها في عهد النهضه المباركه. ايضا يعني ما شاء الله قمت بالكثير. الحين هذا الخبرات اللي اكتسبتها من خلال هذه الرحله، المشاهدات، كل هذه الاشياء فكرت انك توثقها؟ لما مر بلندن في عمان وثق. ايوه صحيح. انزين لما مر الثاني الذي اخذ من اظن وصل من قبل سنتين ولا 3 سنوات صلاله وثق. انا رايح اوثقها، الرساله هذه رايح اوثقها في عهد صاحب الجلاله ان شاء الله. الموثقات في العصور الماضيه انا اريد اوثقها في هذا العصر ان شاء الله، وبانتظار ان شاء الله، الله. وبعدها هي مواصله ان شاء الله يصير خير ان شاء الله. في رحله غيرها جايه؟ هي فيها تكمله. تكمله 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 الذي هي 1000 كيلومتر من هنا لصلالة. ما شاء الله. وقال سحسب له حساب جيد. أيوة. واستعداد له استعداد جيد إن شاء الله. احنا نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. راح نكون معاك أيضا إعلاميا في هذه الرحلة. إن شاء الله. وثقها أيضا إعلاميا، محتاجين للتوثيق إعلامي يعني كذي تلفزيوني. كنت وأنا في الرمول بناء قمالي وفوق الناقة كنت أتمنى التلفزيون العماني يجي مع هليكوبتر ويصور، انا ما عندي خبر. ما بتشوف الطائره لكن بسمع الطائره وبشوف طائره. نعم. اعرف انا لما اشوف طائره في انا دائما رحال. فلما اشوف هليكوبتر احس عمري انا في امان. ايوه صحيح. الشرطه علايتي ولا الجيش علايتي. المهم انت طبقت يا ابو فريد الشعار السلام والامان في ارض عمان. بالضبط. قمت بهذه الرحله في كل سلام وبكل امان. الله يعطيك العافيه. آمين. والحمد لله على سلامتك. الحمد لله. وبانتظار رحلتك القادمه وايضا الله. كتابك عن هذه الرحله، الرحال العماني احمد بن حارب المحروقي الذي قام برحلته عبر فيافي وصحاري عمان، السلام والامان في ارض عمان. شكرا جزيلا لك، نورتنا في من عمان. مشكور للتلفزيون العماني، جزاكم الله خير. الله يسلمك. اذا وصلنا لختام حلقه الليله من برنامج من عمان، ان شاء الله محطات جديده في حلقه الغد تاتيكم فقط من عمان. حتى ذلك الحين دمتم في رعايه الله والى اللقاء.